مساء الخير وين ما كنتوا، معكم علي غانم. اليوم راح اسوي لكم استوديو منزلي واقول لكم شو اللي نحتاجه. ما نحتاج شغلات وايد، وشغلاته كلها بسيطه. كل اللي نحتاجه هو كرتون، زين، كرتون تلاقونه بلازم العائله، كرتون قديم عندكم، بس كل ما يكون جديد كل ما يكون احسن عشان يصير قوي. بالاضافه الى ورقه لونها ابيض، طبعا في رول ورق ينباع بالجمعيات، ينباع لازم العائلة، ينباع بكذا مكان. تقدرون تحطونه عشان يصير خلفية للكرتون. شلون تحطونه؟ ممكن تكلموني او ممكن تكتبون بالكومنت وصور لكم شلون نحطه لكم، ما في مشكلة. زين، ونحتاج طبعا لمبات، طبعا الاضاءة لازم تكون موجودة، والاضاءة لازم تكون عن طريق LED، لان LED النظام الوحيد اللي احنا اللي هو يعطي اضاءة بس ما يعكس، فيفيدك بالتصوير وما راح يزعجك ويكون من اروع ما يكون. اوكي، فالاي دي نحتاج، لا تنسون لازم الاضاءه تكون لمبات LED. زين، بعدين طبعا بتلاقي بلوز معايا. والحين طبعا شوفوا مثل ما انتم شايفين الاستوديو شغال، ما في اروع منه. بالكويتي كلفني يمكن 5 دنانير مع الكرتون، وطبعا كل شيء، كرتون جديد شريته، اللمبات جديده، الورق جديد، وفوق هذا هم بعد لا تنسون البطاريات، البطاريات هم بعد جودتهم مهمه. كله على بعض ما كلفني اللي هو 5 دنانير. وخليكم مع الصور، يعطيكم العافية.